يشعر بأنه كل هذا في صالحه. والأهلي جول! النادي الأهلي سمير كمونة بيسجل الهدف. سمير كمونة بيسجل الهدف. الدقيقة 43 والكرة في الهواء، بسجل سمير كمونة، وده اللي كنا بنقوله قد يحدث الهدف ده ويغير كل الموازين، يقلب خريبكة. بدأوا يطفوا الجرايد اللي كانت مشتعلة، الأصوات بدأت ويحتفظ بالكرة بشكل قانوني دون أن يكون هناك إضاعة، لكن بتتاخد وتتنقل. هيشوط اصطدام هشام حنفي بالعرض إلى محمد بكاري، وبالهواء بالغلط، وماشي طولت 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 طولت، ولكن الحكم بيصفر وبيقول في ضربة جزاء، في ضربة جزاء، في ضربة جزاء، وفي كارت أحمر، وفي طرد، وفي كارت أحمر اللي نزل في الشوط الثاني سعيد المصراوي رقم 14. هادي وبيسجل هادي خشبة ضربة الجزاء الثالثة، وبيصبح أيضا هادي خشبة هو الهداف. وأيضا النادي الأهلي حياخد كأس اللعب النظيف وكأس البطولة والهداف. سبحان الله، في آخر 3 دقائق أو 5 دقائق كتبت السماء للأهلي كل هذه النعم دفعة واحدة بعد أن ظل محروما منها فترة طويلة.